بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الرابع ببرنامج الفوتوشوب. رح نتعلم اليوم درس كتير مهم ومجموعة أدوات كتير مهمة بالفوتوشوب، وهي أدوات التحديد. رح نبلش بأدوات التحديد. رح نبلش بأول أداة للتحديد، هي أداة تحديد المربع. رح نشوف كيف تشتغل هاي الأداة. هلأ بيطلع عندي مؤشر على شكل إشارة زائد، هي نقطة البداية. التقاؤن هي نقطة البداية، عبارة عن إني بكبس كبسة وبضلني بسحب بحجم المربع أو المستطيل أو الشكل الرباعي اللي بدي إياه. متى ما تركت إيدي أخذ شكل التحديد. هو عبارة عن التحديد هو عبارة عن مثل نمل عم يمشي، أو نقط هيك خطوط خطوط عم تمشي، فمثل النمل بتشكل عملية مثل النمل عم يمشي. فهلا هذا اذا بدنا نحدد بشكل مضلع رباعي بكافة القياسات بدنا اياها. هلا فيني انا اختار انه بدي اياه يكون مربع نظامي، يعني انه طول العرض يعني اطوال اضلاعه متساوية. هلا بما اني انا مشيت وحددت بس لسه ما فلتت ايدي، بكبس شيفت. الشيفت هو بحافظ لي على الطول والعرض، نسبة الطول والعرض بيساوي مربع تمام. هذا شكل رباعي تمام. هلا لالغاء التحديد، انا اذا بدي الغي تحديدي انا محدد وبدي الغي، في من عندي من قائمة سيلكت. هاي القائمة سيلكت بشريط القوائم هي خاصة بالتحديد. في عندي شيء اسمه دي سيلكت، او فيني بطريقة تانية بالاختصارات كنترول ودي بيروح التحديد. هلا عندنا اداة تانية هي أداة الدائرة. هلا كيف بدي أطلع الأدوات؟ أنا إذا بتفرج على شريط الأدوات، في عندي تحت كل أداة، مو شرط كل الأدوات، يعني معظم الأدوات في عندي سهم صغير أو مثلث صغير. بتفرج على أداة التحريك ما في سهم، بس على أداة التحديد في سهم. إذا بكبس كبسة طويلة بيطلع عندي مربع فيه مجموعة أدوات، يعني بيطلع عندي مجموعة أدوات. رح اختار تاني أداة، هي أداة الدائرة. أداة الدائرة كمان بتحدد لي بشكل بيضوي أو بشكل دائري. إذا بدي شكل دائري تمام بكبس شيفت بصير عندي شكل دائري تمام. متى ما تركت بصير عندي شكل تحديد على الشكل الدائري. عندي تالت أداة هي سينجل رو ماركو تول. هلا هاي الأداة ما رح تبين معي إلا إذا أنا هلا كبست كبسة، فهو عبارة عن تحديد حدد لي خط بالعرض. هو مو خط، هو عبارة عن بكسل، مجموعة بكسلات مشكلة من العرض. رح أرجيكم كيف. رح أكبر الصورة عندي بتبين عندي البكسلات. إذا متفرج هي أخذت عرض بكسل، ولكن بشكل أفقي من اليسار، من أقصى اليسار لأقصى اليمين، بحجم بكسل واحد. عندي الأداة الرابعة هي سينجل كولم، هي تحديد عمودي. بيكسل عبارة عن حجم بيكسل واحد من فوق لتحت بشكل عمودي. رح ارجع لأداة المربع. رح نشوف عدة خيارات لإلها. هلا انا رح احدد اول شي مربع عادي، هذا التحديد اللي عندي. نيجي لشريط الخيارات تبع هاي الأداة. شريط الخيارات بيحتوي عندي مجموعة خيارات، رح نشوف كل واحدة منها. رح نيجي لهذا القسم من المجموعة، في عندي عبارة عن مربع، مربعين مع بعض، كذا، هدلون، رح نمشي فيهم. هلا أول وحدة عبارة عن مربع لحاله، فأنا كل ما بكبس بدي أحدد مرة تانية، بروح التحديد الأولاني وبقدر أحدد مرة تانية. كل ما بكبس مكان فاضي بحدد مرة تانية من أول جديد، بروح التحديد الأولاني. طب أنا كيف بدي أضيف تحديد على هذا التحديد؟ يعني أنا عندي هذا التحديد، بدي أرجع أضيف عليه شقفة بس. فالخيار الثاني رح يسمح لي اني اضيف اضافة، اذا add to select. اذا بحطه بتفرج على اشارة المؤشر التحديد اللي عندي صار جنبه اشارة زائد تحته. لحدد مرة ثانية ما بيروح التحديد الاولاني، ولكن بيضيف التحديد اللي انا هلا حددته على التحديد القديم. شايفين كيف؟ بدي اجي مثلا هي انا ضفت تحديد، مثلا بدي اجي اقتطع من هذا التحديد قسم معين،
ففي عندي أداة اسمها subtract from select تنقيص. إذا بدي أشوف، أنا بشوف الأداة تبع مؤشر التحديد صار عندي إشارة ناقص تحتها، بيجي بحدد الشقفة اللي بدي أشيلها. فهي مثلا هي الشقفة، خليني هيك أحكي، هي الشقفة شايفين كيف راحت؟ طيب حرجع أعمل تحديد هون صغير هيك، وهون تحديد إضافة، وهون تحديد هيك. هلا في عندي أداة ثالثة رابعة، أو هو خيار رابع، رح شوف شو بيحط لي. رح يساوي جنب إشارة التحديد إشارة إكس، فهي كل شيء محتوى بين التحديدين. لحد التحديد لا على التعيين هيك مثلا. هلا شو اللي بده يضل؟ رح يضل الشقفة الموجودة ضمن هذا المربع اللي أنا محدده جديد اللي عم يمشي هلا. بيروح كل شيء إلا المربع اللي حددته أنا، بضل كل شيء بيناتهم. يعني هي عبارة عن اجتماع المربعين. رح حدد شقفة صغيرة، شو رح يضل؟ هو المربع الصغير هذا اللي ضامن التحديدين مع بعض، شايفين كيف؟ كنترول زد عم برجع أنا بتراجع. طبعا التراجع بالفوتوشوب ما رح يكون كنترول زد، هي كنترول زد لتراجع مرة واحدة. أما إذا بدي أتراجع خطوات كتير فهي كنترول ألت زد. كنترول ألت زد هو اللي برجعني أكتر من خطوة لورا. نيجي للتحديد اللي بعده، للخيار اللي بعده، هو الفيذر. الفيذر رح أحكي عنه بعد شوي، خليه هلا رح أحكي عنه بعد شوي بشمولية أكبر. رح أجي ل ستايل. هلا أنا عم بشتغل نورمالي، تحديدي نورمالي، إنه أنا بحدد كيف ما بدي وشلون ما بدي. طيب أنا إذا بدي مثلا هلا رح احط فيكس راتيو، ف هذا بيحدد لي نسبة الطول بالعرض. هلا انا ويدث حاطط هون مثلا 5، رح احطه مثلا 5.5 على 6 او على 7 مثلا، على 7.5. نسبة تحديد 5.5 على 7.5، كيف رح تكون يعني؟ يعني نسبة الطول على العرض رح تضلها ثابتة هي 5.5 على 7.5. قد ما حددت وقد ما حركت وقد ما غيرت رح تضل نسبة الطول للعرض فيها تناسق. يعني 5.5 ب7.5 هي نسبة وليس طول التحديد أو عرضه، لا، هي نسبة تحديد الطول على العرض. شايفين؟ قد ما كبرت رح يضل متناسق التحديد، ما رح يتغير. في عندي تحديد اخر وحده هي فيكس سايز. انا بختار هون الويث والهاي، طول والعرض. هذا بيحدد لي طول وعرض التحديد بنقره وحده، رح يشكل لي هذا المستطيل اللي طوله 64، اللي طوله 64 ارتفاعه يعني من هون لهون، وعرضه 194 من هون لهون. هذا هو بيحدده. هلا انا خليه نورمال واشتغل بشغلة تانية. عبي هذا المربع باللون الاسود. في عندي طريقتين لتعباية المربع، في عندي اما بسطل الدهان كبسة واحدة بتعبى من شريط الادوات، في عندي سطل دهان هون. طبعا ممكن ما يكون سطل دهان، ممكن يكون جريدنت تدرج، او ممكن هي 3D بعدين بنحكي عنها. ممكن يكون تدرج عبارة عن كبسة طويلة بس بيطلع عندي سطل دهان. كبسة واحدة، نقرة واحدة بتعبى. او في عندي خيار اسرع للاختصار، هي Alt Delete بيعبي باللون الامامي، Control Delete بيعبي باللون الخلفي. هلا عبى لون ابيض، لحط Alt Delete عبيه باللون الأسود لنحكي شوي. أنا عندي هذا التحديد، حدد أنا المربع الأسود. رح أرجع على أدوات التحديد لحتى أشوف هالخيار اللي اسمه Refine Edge. خيار اللي اسمه Refine Edge رح أفتحه شوي وحطه على جنب ونحكي عنه شوي.
رح بلش بشي اسمه الفيو. فيو تفرج الشكل اللي هو محطوط، هي عبارة عن نفس الصورة اللي انا محطوطة عندي. رح اكبس هيك وتفرج، هي عفوا نفس الصورة اللي انا محطوطة عندي ومرجيني التحديد، مرجيني التحديد على القطعة اللي انا محددها. في عندي اوفرلاي رح يخلي لي الخلفية زهري، او هي مو زهري، وعمل طبقة فوق الخلفية غير اللي محددة انا، مخليها شفاف، طبقة شفافة لونها زهري فوقها. اذا كان في شي تحت هي الصورة بالخلفية رح يكون شفاف. اون بلاك. هلا ليش طبعا هو انا الشكل اللي عندي لونه اسود، وقال لي حط لك اياها هي الشقفة اللي انا محددها على خلفية سوداء. طبعا اذا هي امتى بكون عم بشتغل مثلا مع تنافر الوان، شو عكس الاسود ابيض، فاذا كنت عم بشتغل مع مواد بيضاء فما رح ينافسبني يكون اون وايت، حطه اون بلاك مشان تكون خلفية سوداء والشغل تبعي ابيض. هلا هون بما انه انا عم بشتغل بالاسود فانا بحط على اون وايت، فبصير انا الشكل تبعي لونه اسود والخلفية لونها بيضة. هلا في عندي بلاك اند وايت، هو لحاله بيعمل عكس، عكس بين الجزء اللي انا محدده والخلفية. اذا كان لون الخلفية ابيض والجزء اللي محدده اسود بيعكسهم، بصير الخلفية اسود واللي انا محدده ابيض. اما العكس اذا كنت انا محدد ابيض والخلفية سوداء فهو بيعكسهم، بصير الخلفية بيضاء واللي انا محدده اسود. في اون لاير بيخلي لي كل شيء شفاف. هلا هذا الكارويات، هي المربعات مثل رقعة الشطرنج، هي انه انا ما في عندي ابدا شيء، هي طبقة شفافة خالصة ما في عندي شيء. ريفل لاير ما في داعي لها هلا، كمان بيخليها انه بيضة. فرح ارجع انا على اون وايت. في عندي قبل ما احكي عن ريديوس رح احكي عن ادجاست ايدج. تفرج على هاي الصورة اللي عندي، إذا بحرك السموث، السموث شغلتها تساوي الحواف الخشنة ناعمة، حواف الخشنة ناعمة. طيب رح شد السموث أنا كتير عشان يبين معي. إذا بلاحظ شو صار عندي هون بالحواف، كانت عندي الحواف عبارة عن زوايا، السموث ببلش ينحتى أو يحفة لحتى تصير عندي الزاوية عبارة عن شكل مائل. هي إمتى بتفيدني هي الأداة؟ اذا كنت انا محدد شيء وصار ترج ايدي بالتحديد، فانا عبارة عن حط شوية سموث بيقوم ببلش ياكل من الحواف الخشنة اللي انا عندي. حكي على الفيذر. هلا نحكي عنها هون، هي نفس الفيذر اللي شفناها فوق. كانت الفيذر اذا بحرك شوي نشوف شو رح يصير. شايفين كيف صارت الحافة شفافة؟ هلا هيك ما في حفاف، انا حافة عندي شاربن او انه مقطوعة قطع الصورة. هلا اذا بعمل فيذر انا بتبلش الصورة عندي الحواف تبعيتي بتصير شفافة شوي شوي. كل ما بكتر الفيذر كل ما بكبر المساحة الشفافية اللي عندي. هلا هون 1.2 الفيذر، فهو 1.2 ميلي على الصورة. اذا بشوف انا هيك شايفين شلون هون شفافة؟ رح كبر الفيذر شوي ببين معي. شايفين كل ما عم تصير شفافة توصل للرسمة 3.8 بيكسل، 37 بيكسل بلش يعمل شفافية عليه هون. هون بيكسل واحد، اذا بزوم اكتر ببين معي انه كيف بيكسل واحد. ها هرجع زوم زوم، شايفين شلون بيكسل واحد عمل شفافية وبعدين رجع درجه تدريج. اكبر الفزر شوي، هاي 2 فاصلة كذا، 2.6 مثلا، هو لحاله عم يعمل تدريجات. ارجع صغير شوف خيار تاني. كونتراست هي عكس السموث، او هي مو قصة عكس السموث بس، وعكس السموث والفيذر. اذا بزيد انا الكونتراست لحاله بيرجع لي الحواف
إذا بتفرج هاي الكون كونتراست شايل منها ال ما شا ما حط كونتراست. لحط كونتراست هلا كل ما بزيده كل ما بترجع الصورة الجزء اللي أنا اللي عامل له شفافية بيصغر أكتر، بس ما دخله بالفيذر، هو ما بلعب بالفيذر، أنا عم بلعب بالصورة الغامقة يعني. هلا أنا مو من هون عم بعمل شفاف لحتى لعنده الصورة هيك عم بروح الشفافية. هاي الكونتراست هي بتزيد الصورة على الفيذر، يعني بتصير تطلع الصورة على الفيذر باتجاه الفيذر بعكس الفيذر لما تمشي. ممكن ترجع الصورة تاخد سماكتها الكاملة بدون ما يعمل أي تعديل. نفس الشيء إذا بروح على الزوايا ببين معي كمان. هاي الزاوية إذا بروح على الكونتراست شايفين كيف؟ بياكل من طرف الصورة أكل. في عندي شيفت ايدج، هلا أنا محدد تحديد معين. طب أنا هذا التحديد بدي كبره ميلي أو بيكسل أو بدي صغره بيكسل عن طريق الشيفت ايدج. إذا بكبره بيكسل ما رح يبين هون لأنه الصورة عندي صغيرة شوي. شايفين كيف كبر؟ فيني صغره. شايفين كيف اكل من الصورة؟ هي هيك هي الاساس عندي صفر هيك كانت. شايفين كيف رح اكل منها؟ بتصغر الصورة بيصغر التحديد. اذا بحط اوكي بيطلع عندي التحديد. شايفين كيف صغر بنسبة اللي حطيتها انا 5 بكسل او 10 بكسل قد ما كان. هاي النسبة ليك هون، هاي التحديد، وهي كانت الصورة شقفة الصورة تبعتي. هرجع الكرر ريفاين ايدج. رح احكي على الراديوس، ما رح تبين معي هون شي ابدا لانه هي ما رح تشتغل غير بحالة وحدة. اذا كنت انا عم قص صورة فيها شعر، اصعب شيء تحديد الشعر تقريبا، بس ممكن انه نحدده يعني. ما في شيء ما بتحدد، كل شيء بتحدد. اذا انا عم حدد شعر رح يطلع معي من الخلفيه كتير قطع كتير شقف يعني. فكيف بدي اروح هاي الخلفيه؟ لانه السموث بتتعامل مع الصوره اللي محدده، ما دخلني بالخلفيه. كلهم هدلون بيتعاملوا مع adjust edge. adjust edge يعني بيتعاملوا مع الحواف، حوافز التحديد تبعي. هلا هي بتيجي بتتحكم ب بتبلش هي، انت بتشوف التحديد تبعك وبتعمل فرز للالوان اللي عندك. انت اكتر نسبة اخذ فيها الالوان اللي محددها فيها هي مثلا لون شعر بني على خلفية زرقاء مثلا، فهي بتحسب الالوان تبعيتك. شو انت محدد؟ انت محدد البني، فهي تبلش تاكل من الالوان التانية بحيث انه تحاول تحافظ لك على الالوان البني اللي عندك. اذا زدناها كتير رح تخرب عندي الصورة، وبتبلش تاكل من البني حكما من الشعر يعني. هلا ممكن نعمل عليها تجربة صغيرة لتبين معنا. هلا هون التخريج تبعي انه انا بدي احدد. هلا انا شفت حطيت اوكي طلع عندي التحديد، بس تحديد ما طلع عندي شيء غير انه عدل لي على التحديد تبعي. الصورة ظلت مثل ما هي. ليش انا بفضل انه اخليها تحديد؟ لانه ممكن انا الصورة تكون انا مخربط او هيك انه زايد شوي بالسموث او الفيذر، انا ما عاد بدي اياه، مشان ما اقعد ارجع واعمل تراجع. خلص موجودة عندي الصورة، يا بلغي التحديد اللي انا عامله بيرجع كل شيء طبيعي. هلا اذا انا فيني اخرجها مثلا على لاير ماسك او نيو لاير، فيني اذا بكبس اوكي على نيو لاير، متى ما كبست اوكي طلعت الصورة عندي بلاير الجديدة بالتعديلات اللي انا عملت عليها. فيني اخرج على لاير ماسك. هاي اللاير ماسك رح ناخدها بدرس تاني ان شاء الله نعرف شو هي الماسك. نيو دوكيومنت بتفتح لي مشروع جديد، مثل هون هذا المشروع، هذا اسمه مشروع، هذا اسمه مشروع، تفتح لي مشروع جديد بالصورة اللي انا ساويتها. رح احكي كمان هلا تحديد جديد هدلون الفيذر. هاي
شايفين الفيذر اللي حكيناها قبل شوي؟ نحن هون مساوين الشكل وخالصين وعملنا عليه فيذر. هون اذا كبست فيذر لحاله بيعطيني فيذر مباشرة على التحديد اللي انا عم بعمله، بيعطيني بنسبة معينة. ما رح يكون دقيق الا اذا كنا حافظين احيانا اعدادات معينة. احكي على ادوات تحديد تانية. بنفس ادوات التحديد، بنفس شريط الادوات، في تحت تحديد المربع في تحديد جديد اسمه الحبل. هي تاني ثالث خيار. الحبل، هذا الحبل شو؟ طلع لي مؤشر وحبل عبارة عن بكبس وبمشي. شلون انا بمشي؟ شلون الرسمة اللي بدي اياها؟ بطلع فوت كذا كيف ما بدي، هو بيعمل لي التحديد اللي بدي اياه. انا عبارة عن رسم يدوي مفيد جدا، بده كتير تدريب لانه نقدر نشتغل فيه، بس وقت نتدرب عليه منيح رح نستخدمه كتير. في عندي تحديد تاني هو التحديد المضلع. بكبس مثلا كبسة واحدة وتركت فلت ايدي انا ومشيت لحاله، ضل محافظ على الخيار تبعي. بكبس كبسة تانية انه حددت نقطة تانية، نقطة ثالثة، نقطة رابعة، نقطة خامسة. تفرج انا هون تفرج على اداة التحديد تبعي، شكلها سهم وعليها اداة مضلعة. ما في جنبها شيء. هلا اذا بوصل انا على راس التحديد اللي بلشت عليه انا بيطلع لي جنبها دائرة. دائرة يعني انه انا سكرت انا هون وصلت على تسكير التحديد وبحدد الشكل اللي بدي اياه. هذا بالمضلع كمان بنستخدمه كتير. في عندي تحديد الماجيك ماجنتيك، التحديد المغناطيسي. يعني انا بس عبارة عن بكبس كبسة على المكان اللي بدي بلش منه وخلص فلت ايدي عن الكبس. انا بس بمشي لحاله هو بلاحق الشكل تبعي وبلاحق اللون وبيحدده. هلا اذا بنتفرج هون بس شايفين من ورا الملاحقة احيانا بخربط هاد. كيف انا بدي امحي النقطة اللي انا محددها؟ كيف فيني ارجع للنقطة اللي قبل؟ بباك سبيس يعني اللي هي الاداء بالكيبورد اللي بتمحي الاحرف نفسها، اذا بكبسها مره بفك التحديد تبعي. كل ما بكبسها مره بفك التحديد، بكبسها مره ثانيه بفك التحديد. برجع هون انا بلاحق بمشي 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 مع الاسود، بس وصل على الزاويه فيني انقر نقره مشان انه حافظ على هذه الزاويه اللي عندي. اذا بمشي هو لحاله، شايفين كيف هون بلش يطلع. هلا ليش انا هون هيك عم يطلع معي هيك التحديد غريب عجيب، ما عم يزبط كتير لانه اللون واحد، ما عم يقدر يعمل تفاوت بالالوان لحتى ما يحدد فوقه. طيب نحن نختبر ان هذا اللون على درس صغير عملي. حروح على هي عندي صورة معينة حشتغل عليها بطريقة انا ما لحددها كلها لانه لسه في عندي اداتين تحديد ما حكيت عنهم، رح احكي عنهم الدرس الجاي ان شاء الله. رح اختار اداة دائرة. وروح على هذا اللوجو اللي هو سلاد وبدي حدده. هلا كيف بدي حدده لهاد؟ بيجي بكبس مثلا بمكان معين وبيجي باخذ تحديد. هلا انا ما هيك ما عم حدد، ما لي عارفان كيف بدي، يعني ما لي اخذ حدوده كله للشكل، كيف بدي حدده؟ في عندي اول شيء اهم شيء كبستين بالكيبورد لازم ملازمين لإلي بالتحديد. المسطرة. المسطرة شو بتساوي؟ المسطرة بتزيح التحديد مثل ما هو، ما بتكبر ولا بتصغر. انا كبست مسطرة عم بمشي بالتحديد وين ما بدي، باخده وين ما بدي، بجيبه وين ما بدي. هلا اول شيء بما انه هاد دائرة مباشرة فانا بكبس شيفت مع التحديد. هلا كبست تحديد بلشت احدد، بكبس شيفت عشان يحافظ لي على شكل الدائرة وبمشي بالتحديد تبعي لحد ما بكبس مسطرة عشان امشي التحديد لحد ما اجتمع مع حدود حواف الصورة. انا كابس شيفت ما فلت ايدي عن الشيفت تقريبا. انا هيك حددت كل شي تمام، هاي انا على الحواف تماما. بترك ايدي عن التحديد بعدين بشيل ايدي عن الشيفت، هيك بكون حددت الشقفة كاملة. بدي احركها رح امسك اداة التحريك هي الفوقانية امسكها. شايفين تحديدي مو نظيف تماما، مو نظيف 100%. شو عرفني مو نظيف؟ تفرجوا الشقف اللي ضلت.
هاي الشقف اللي ضلت هاي معناتها تحديدي مو منيح، انا اكلت منه للتحديد شوي، فيني ارجع عيد مرة ومرتين وثلاثة ليزبط. في عندي طريقة، في طريقة اسرع. انا بحاول احط ايدي بنص التحديد هات، بنص الشكل اللي عندي، بحاول قدر الامكان انه بالنص بكبس. اول شيء انه بدي بلش تحديد من المنتصف، كبست الشيفت مشان تحافظ لي على انه هو دائري. في عندي كبسة تانية اسمها الالت. الالت هلا بنشوف شو عمل. رح ارجع للصورة تبعتي القديمة. هلا هاي تحديد، هاي دائرة، بس عم بلش، انا عم بلش من زاوية الدائرة، عم باخد نصف قطر الدائرة وبمشي فيها. اما اذا كبست الت، عفوا عم بشتغل انا بقطر الدائرة. اما اذا كبست الت اول شي رح بلش تحديد، اكبس شيفت عشان يبلش. اذا كبست الت رح بلش انا من منتصف الدائرة، حدد بنصف قطر الدائرة، كل ما بشد بشد نصف القطر معه بيكبر القطر كاملا مع بعضه. شايفين بتكبر الدائرة بشكل متناظر بجميع الاتجاهات، لفوق لتحت لليمين لليسار بشكل قطري، تكبر مباشرة. رح جربها على الشكل تبعي، بحاول احط ايدي بالمنتصف، بكبس تحديد، بكبس شيفت، بكبس الت وبحدد، ضلني بشد 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 لحتى اوصل للحواف. ببلش بالمسطرة، بكبس المسطرة، باخده يمين شوي، هيك تمام. اعذروني ما رح يكون التحديد مزبوط كتير لانه عم اشتغل على فارة لابتوب. اخدته، شايفين كيف نوعا ما صار التحديد عندي ظابط، يعني شايفين ضل شقفة صغيرة. مع الشغل بادوات التحديد التانية، بس نعرف كل ادوات التحديد رح نعرف كيف نحددها هي بدون ما يضل ولا شقفة منها. رح اروح على صحن الزيتون هاد، نفس الشي حاخد بالمنتصف. هلا ما في داعي لاكبس شيفت، بس بكبس الت عشان احدد بالمنتصف واشتغل بالقطر، لانه الشيفت ما بدي اياه دائري، هو هذا بيضاوي. شايفين هي بلشت احدد انا هيك، هيك تمام. باخده بحركه كمان اكل منه شقف. بدي ضلني اجرب ومارس لحتى يزبط معي. رح اجرب اداة تانية، هي اداة المغناطيس هون. رح كبر الرسمة شوي، تكبير طبعا كيف بكبر انا الشكل تبعي او الصفحة تبعتي. في عندي من هون بشريط الادوات اداة اسمها المكبر، فمتى ما حطيتها انا بكبس كبسة بيكبر، بكبس الت ليصغر مشان صار بقلب بقلب المكبر في اشارة ناقص، او من هون من فوق اكبر واصغر. بفضل دائما 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 بفضل انا اشتغل بالاختصارات، اسرع واسلم، لانه كل ما بدي انا بكون ماسك اداة معينة وعم بشتغل فيها، بيجي مثلا والله بدي ارجع انقل على اداة تانية وارجع اكبر وارجع ارجع الاداة، يعني شوي لتة. فبشتغل بالكيبورد، كيبورد اشارة التكبير هو كنترول زائد بكبر، كنترول ناقص بصغر، كنترول صفر بيرجع لي حدود الصورة كاملة. رح جرب هلا تحديد هاد، انا كبست على نقطة من الفليفلة، رح امشي. شايفين كيف عم تاخذ هي حدود الفليفلة لحالها؟ حاول هلا هون في عندي منخفض صغير بكبس مشان احدد اخذ تحديد فيها، بوصل لهون بكبس، برجع بمشي بمشي بمشي. انا ماشي كبس كم كبسة مشان حافظ على التحديد تبعي، بصبر عليها شوي مشان تلقط. هي هيك انا عم بمشي او انا عم بمشي لحالي لحاله، هو عم بيحدد انا ما دخلني، هو لحاله عم بلاحق التحديد. على فكرة بس ملاحظة صغيرة هيك على الهامش، هاي الأداة ما كتير بنستخدمها، قليل جدا انه نستخدمها، بس هي انا حددت الفليفلة عندي بدون اي شي.
اكثر اداة قليلة جدا لانه نستخدمها. ليش؟ ما بعرف ليش ما بنستخدمها. ما بتفيدنا كثير بالتحديد اذا صورة كثير معجوقة رح تفوت بالحيط هاي الاداة وما رح تحدد شيء. اما لانه هي في بروز كبير بين اللونين انه اصفر ورمادي، فلهيك بتقدر تحددها بسهولة. رح اروح على اداة تحديد الحبل هلا وحدد الجزرة بالحبل. كيف بدي احدد؟ كبر اول شيء الرسمة لحتى اقدر اشوفها وبلش حدد، بكبس كبسة وبمشي بمشي. طبعا عادي اني خربط، عادي اني ما يزبط معي التحديد من اول مرة، كل شي عادي. شايفين مثل مثلا هون انا عم بشتغل بأداة معينة، بدي ارجع فيها، بدي امشي بالعنصر تبعي بالمسطرة، بكبس كبسة وبزجره، بس لا انسى انه انا في عندي مكان للتحديد ما امشي فيه. انا حددت مثلا وانقطش هون معي التحديد وخربطت وكل شي، رح اترك التحديد لحتى ارجيكم شلون ممكن انه ارجع اعدل على التحديد اللي انا كنت محدده. هاي تحديد هيك ومقطوش، شايفين كيف؟ انا بس بحط زائد وبرجع بضيف هاي الشقف، مثلا بحط هون شقفة. ضفتها. بدي مثلا هون رح اخذ من الخلفية شوي، انا اخذ من الخلفية بدي شيله. كيف بدي شيله؟ كبرت الرسمة مشان اتفرج، باخذ اقتطاع من التحديد وبرجع بقطع التحديد اللي انا ما بدي اياه. شايفين كيف؟ برجع عليكم، برجع هيك بظبط تحديدي لحتى يطلع تحديد نظيف 100%. شايفين هاي الشقفة؟ لك اها شلتها، بس يطلع تحديد نظيف 100% انا بقدر اشتغل اي شيء بالصور بدون ما يعمل لي مشاكل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالكم اداة وهذا الدرس. ان شاء الله بالدرس الجاي رح نكمل باقي الادوات، ورح نعمل رح نقص هاي الصورة كلها ونجمعها مع بعضها لتطلع صورة حلوة. يعطيكم العافية، السلام عليكم.